السلام عليكم. مساكم الله بالخير جميعا. مساك الله بالنور. السلام. انا يا اخوان سلمكم الله، قبل امس مريت في وعكه صحيه بسيطه ولله الحمد، وابشركم الان انا بخير وعافيه. فالمهم سلمكم الله اني رحت للمستشفى، فلما قعدت على السرير اشوف في واحد كانه يعني داخل على السرير وكانه مسوي حادث. فالمهم دخلوا الدكاتره وكلهم مجتمعين عليه، والرجال تقل موات يعني. فبعد دقائق الا اسمع دكتور يقول توفى الرجال اللي قبل شوي حي. فما حد فينا يعرف متى تاتيه المنيه، ما حد فينا، ممكن انت يعني ما حد يعرف متى ساعته، ما حد يضمن انه يقعد بعد ساعه، ما حد فينا يضمن. خمس دقائق قدام والله ما حد فينا يضمن انه يكون حي. فلذلك ودنا سلمك والله انه نقدم لدنيانا. الحقيقه اللي خلاني افتح الموضوع هذا لانه فيه اللي هو الوقف، وقف روح، هو انا اعتبره هديه لنا. ليه؟ لانه انت ممكن انك تقدم، ممكن انك تساهم 150 ريال اللي هي جدا بسيطه بوقت الحالي، 150 ريال جدا بسيطه، ممكن تقدمها سلمكم الله وتساند فيها كم، حول 5333 يتيم. زين؟ اي نعم، ومحتاج. فلذلك انا سلمكم الله اقول خلونا نقدم لدنيانا، ولا تنتظر انت يا الحي انك تتوفى يا بعدين، لا تنتظر احد انه يتصدق عنك. انت الان حي ترزق، تصدق عن نفسك، وسع لنفسك بهالدنيا، وتاجر مع ربك ودينك. فلذلك سلمكم الله، احنا وقف روح. انا ادعوكم سلمكم الله انكم تتصدقون. وين هو؟ وقف الصدقه الجاريه. وقف الصدقه الجاريه اللي هو وقف روح، وين هو مكانه؟ في مكه المكرمه؟ في المضيلف. في محافظه المضيلف. فودنا سلمكم الله ان 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 نقوم بهالوقف هذا، وباذن الله انا واثق باذن الله ان الفتره هذه سلمكم الله يتقفل باذن الله، اللي ما تنام عينه. والله يعطيكم العافيه ويبيض وجيهكم جميعا. الله يعافيكم.